تتعلق بالتطورات الميدانية بالفعل حامد. كما ذكرت اليوم فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقة صواريخ هي الأكبر منذ نحو أسبوعين، واستهدفت عدة مناطق في إسرائيل، نتحدث عن سديروت وغلاف غزة وأيضا مناطق واسعة من تل أبيب. وقامت القبة الحديدية الإسرائيلية باعتراض هذه الصواريخ، لكن إحداها أو شظايا إحدى الصواريخ سقطت في جنوبي تل أبيب وأدت إلى إصابة إحدى المركبات دون وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي. هناك أيضا حديث في وسائل الإعلام الإسرائيلية وبالتحديد في صحيفة هارس، قالت بأن هناك 10,000 جندي إسرائيلي يقاتلون في داخل قطاع غزة. أيضا الصحيفة قالت بأن هناك أخطاء ارتكبت من قبل الجيش الإسرائيلي، حيث قام الجيش بقتل عدد من الجنود الإسرائيليين خلال العمليات البرية في داخل قطاع غزة، وهذه الحادثة تكررت عدة مرات. إذن هناك اعتراف إسرائيلي بأن عدد من الجنود الإسرائيليين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي نفسه. ربما هذه الحادثة تذكرنا أيضا بحادثة 7 أكتوبر وما تم الكشف عنه من أن إحدى المروحيات الإسرائيلية هي من قامت بقتل عدد من الإسرائيليين الذين كانوا يتواجدون في الحفل الموسيقي في غلاف قطاع غزة حامد. نعم.